بدي خلاص. انا اعتقد هذه يعني مش موجوده في قاموس السعوديه. السعودي يخاف؟ موجود. ما اعتقد ان في اي سعودي يعني. السعودي لا يخاف. انا 21 مليون نسمه، انا لا شيء بدونهم، انا اقل واضعف مثال فيهم كلهم، هم اللي يحفزوني وهم اللي يدفعون لنا. واهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي ورغبته واراده الشعب السعودي.